احسن من اللحم العظيم يا زينب الا بتمسح وقعتك على الارض. طبعا يا جماعه هاي الاغنيه كورالي انا فطوم. اوكي فطوم. والعيد طلوا فرحنا من جديد واليوم فرحنا من القلب والله وارتحنا بنعدي الايام الوقات عم تحلى وتحلى وبسمات لعيون الكحلى من القلب الله يا محلى اعياد الاسلام والعيد طلوا فرحنا من جديد واليوم فرحنا من القلب والله وارتحنا من عد الايام الوقات عم تحلى وتحلى وبسمات لعيون الكحلى والقلب الله يا محلى اعياد الاسلام كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بألف خير طلع بعملكم هيك عشان هالتصميم الجديد كل عام وانتو بألف خير يا جماعة اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتي زهرة طبعا يا جماعة تقبل الله طاعتكم اهلا وسهلا فيكم قبل ما نبدأ هذا الفيديو يا جماعة أهلا فرحانين بالعيد أختي فرحانة بالعيد كثير واضح واضح إني فرحانة أوكي فقبل ما نبدأ هذا الفيديو يا جماعة ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي زادة لقناتي فطوم دبابنا اللي ما بيعمل لي سبسكرايب هلا يطلع تضربه بالفرشاة لا تنسوا تضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي رابط تحت بصندوق الوصف وبسم الله يلا نبلش بالفيديو بالفيديو لا مزبوط عشان استني اشوف لفي اقتل هاد كراسك ضي ايلاند بغالي مش بس لوجي زي ما شفتوا رح نحكي بشغلات كثير حلوه رح نحكي بذكرياتنا بالعيد ايام زمان ورح نحكي ايش اكثر الشغلات اللي بنحب نعملها بالعيد وتقاليدنا بالعيد وكمان حورجيكم لبسه العيد اللي هي من تصميمي ورح اورجيكم انا في الطوم طلعنا قبل يومين عشان نشتري اواعي عيد ونجيكم الاشياء اللي اشتريناها اشي ما له دخل بالعيد انا ما رح اورجيكم هون اشيائي رح اورجيكم عن قناتي ان شاء الله يعني اذا عملت الفيديو اول شيء يا جماعه حابه احكي لكم اياه انه احنا اكثر شيء بنحبه بالعيد هو صلاه العيد طبعا زي ما بتعرفوا احنا هلا حجر فللاسف الشديد ما في تجمع بالمصلى او بالملاعب لحتى نصلي فبصراحه من اكثر الشغلات اللي عن جد حزنان عليها انه صلاه العيد ما حتكون جماعه يعني بالمسجد ولكن احنا بنصليها بالبيت زي ما بنعرف صلاه العيد اللي بيميزها انه هي ركعتين واول ركعه اللي هي فيها تكبيره الاحرام وسبع تكبيرات للعيد والركعه الثانيه تكبيره الاحرام وبعدها خمس تكبيرات وبيقرا بعدين سوره الفاتحه وكمان سوره صراحه انا بعشق صلاة العيد يعني كثير حلوة احنا بعدين نصليها مش بالمسجد بنصليها بالملعب كنا فكنا نشوف يعني كثير كان الناس يجوا على صلاة العيد ونشوف الناس اللي بنعرفهم نسلم عليهم الصبح يا الله الاجواء وهيك وبيحطوا قهوة وبيحطوا شوكولاتة والصغار بيكونوا لابسين اواعي الصلاة وكلهم هيك بيجوا بيسلموا علينا يا الله اقسم بالله العظيم يا زينب الا بتمسح وقع الكعك على الارض الله يستر عادي عادي زينب لا مش عادي النبع بشيله بشيله سامحوا اذا انا مسحت غرفتي ومش اكسر بكت الفاينه معي يا اخي شو اعمل لك؟ وقع مع كعكي على الارض هلا ما بمسحها بمسحها فاهمة؟ كلها كلها بتجيكي والله بمسكه وفتفته على تحتك كلها ما بصير المهم يا جماعة شوفوا احنا من تقاليد العيد عندنا وبأي دولة اتوقع انه في اشي اسمه كعك العيد عملنا انا وماما وفطوم كعك العيد طبعا كعك ماما العيد بصراحة هي ماما بتعمله كبير شوي بس يا الله من يعني بشهي يلا فطوم طبعا يا جماعة يعني قبل ما اورجيكم اواعي العيد بلبسة العيد وتصميمي حابة احكي لكم كيف احنا كنا نقضي او من العادة نقضي العيد واحنا صغار
صراحة أنا بحب العيد زمان أكثر من هلا صراحة يعني. أول إشي كنا نروح دائماً تاني يوم العيد عند دار خالاتي، فكنا إحنا صغار أنا ولاد خالاتي وبنات خالاتي كلياتنا، فكنا نلعب مونوبولي، ونلعب تعرفوا السلم الحية، هاي كانت ألعابنا المميزة بالعيد، كنا نلعب السلم الحية. أنا كنت ألعب بالمسدسات. آه وكنا نلعب كمان أنا وولاد خالتي إحنا صغار، كنا نشتري مسدسات الفقع، مسدسات خرز، ونلعب حرامي وشرطة، فضلنا ندور جوا عند دار سينا، وضلنا هيك نلف بالشوارع حتنا حالة. والله بصراحة شكوى يا جماعة الخير، كيف كل القصة اللي صارت معي أنا بطل. قبل كم يوم كنا طالعين هيك نتلف بالمول عشان نشوف إذا في أواعي عيد وهيك، فمش لاقيين إشي يعني كثير حلو لهالدرجة، دخلنا على قسم كلياته بيجامات. قلت لها زينب شو رأيك خلص نشتري بيجامة؟ قاعدين بالبيت قاعدين شو رأيك نشتري بيجامة جديدة؟ ما هي خلص لبس من لبس العيد، قال بيجامة جديدة إنه عيد في المنزل بأحلى حلة. فأنا طبعا صارت الشغلة دوري ببالي الآخر طبعا ما اشتريناها يعني. بس إنه كنا نفكر إنه ليش ما نجيب بيجامة يعني بدل الأواعي، إحنا قاعدين بالبيت. فيا جماعة الخير حابة أورجيكم هلا شو أنا اشتريت، ورح أورجيكم آخر شي تصميمي للعيد بتفاصيله. طبعاً لقينا محل أنا فطوم، هذا المحل كلياته ملابس شتوية، بجد ملابس شتوية والدنيا صيف، بس إيش اللي بيميزه إنه هو كان كتير غالي، عامل تخفيضات 5 أضعاف السعر، فأنا كل البلايز اللي أنا بحب ألبسها بشتاء موجودة عنده، فاشتريت ملابس شتاء. بس انا اصلا مصممه تصميم العيد، ترى انا نفس الشيء، فحابه اورجيكم اياها. شو رايكم نشوفهم سوا؟ هذا اول شيء اشتريته، هو عباره عن جاكيت بلبس تحته فستان او مثلا بلوزه وتنوره. جاكيت تخيلوا كثير راقي وكثير حلو، كثير حبيته صراحه انا. وثاني قطعه اشتريتها هي هاي البلوزه، طبعا شتويات طبعا للسنه الجايه ان شاء الله، بس يا الله شو حبيتها، شو خرافيه. طلعوا الايد، طلعوا اللون، انتو شوفوا اللون، طبعا الكتف الساحل هاي الموديل تعرفوه، للمحجبات مع التنوره شو خرافي. هاي القطعه شوفوا كثير عشقتها، هي بني فاتح، طلعوا طبيعه بني، لونها بني، لونها بني، البني العسلي بتعرفوه هذا. طلعوا من تحت الايد مبينه الشراشيب زي اكنها شال الكتف، انا صراحه لما لبستها كثير عشقتها، بس هي كمان وكتفها كتف ساحل يعني ايده ساحله وقصيره. والبلوزه اللي بعدها هاي برضه كتفها ساحل، بس شوفوا لي موديلها من هون، هذا الموديل بحبه كثير انا، فبرضه على اللبس خرافيه. وهاي البلوزه الاخيره، لا مش الاخيره، قبل الاخيره، هذه يا الله شو عشقتها عن جد كثير حلوه، تشبه شيء من افلام الكرتون. طلعوا فيها هيك شراشيب، ونفس الوقت كمان كتفها ساحل، كلهم كتفهم ساحل. طبعا للبنات النحاف الكتف الساحل بالبلايز ستايل كتف الساحل بيعطي هيك هيئه لجسمكم، فانا عشان نحيفه بحب دائما البس كتف ساحل او هذا الكتف اللي بيكون هيك من تحت عريض. وطبعا البلوزه الاخيره اللي هي هاي من الايدين، طلعوا الايدين، بتدخلوا ايديكم تلبسوا تحتيها بودي، يعني على اللبس طبعا هون مش مبينه، طلعوا على اللبس خرافيه. واشتريت هذا البوت طبعا، واشتريت هذا الكارديغان كثير حلو صراحه، يعني هيك لذيذ، شوفوا لي ايدين هون مزمم من عند الخصر، شوفوا ومن تحت. أنا اشتريت أكيد كمان أشياء تانية يعني مكملات، إن شاء الله حتشوفوهم بصوري على الإنستغرام، فضيفوني على الإنستغرام هون، أيوة إنستغرام زينب دوت دبابنا، وإنستغرام فطوم دوت دبابنا، وضيفوا فطوم كمان، وصلوني 200,000 على اليوتيوب، قربنا ضايل بس 10,000 فطوم توصل على اليوتيوب 200,000. وهلا حابة أورجيكم طبعاً تصميمي اللي أنا لابسيته، حورجيكم إياه بالتفصيل يعني عشان تشوفوا معاي. يلا طبعا يا جماعة أنا هذا هو تصميم العيد زي ما أنتم شايفين، هو عبارة عن جاكيت، طلعوا ماشت كريب، جاكيت هاي ويست عالي، طلعوا كيف،
وعملت له هون على كتافه عملت حطيت زرار شوفوا ومفتح ما بين الزرار حاطه قماشه من جوا عشان ما يبين اللحم فهيك طلعوا ومن هون شوفوا الايدين رفلز قماشه اورغانزا عملتهم رفلز اما التنوره زي ما انتم شايفين عملت لها الكمر تبعها عالي عشان انه يغطي ما بين الجاكيت والتنوره بالوسط والقماشه تبعت التنوره كريب من تحت ومن فوق اورغانزا وهي التنوره عشان يكون اوضح حبيت اورجيكم اياها على المراية هون شوفوا هيك هي التنورة كثير مناسب اللبسة لعيد لمناسبة ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنت اذا عجبكم تصميمي وتحكوا لي انتو كمان شو اشتريتوا للعيد وهيك بيكون خلص الفيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لقناة فطوم ولقناتي زادة وما تنسوا تضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط تحت بصندوق الوصف انستغرام سناب شات فيسبوك وكل اشي واحنا بنحبكم كثير كل عام وانتم بألف خير